السلام عليكم. هل توقعت بيوم من الايام انك تترك المدرسه بسبب فورتنايت؟ بمقطع اليوم رح نشوف 6 لاعبين تركوا المدرسه بسبب لعبهم لفورتنايت. Yo, this is crazy, bro. We got the class rowdy. Jarvis just won. Yo, she took the control. She won. فبتمنى منك اذا ما كنت مشترك بالقناه انك تشترك بالقناه وتفعل التنبيهات حتى توصلك كل المقاطع الجديده. وخلونا نوصل هذا المقطع ل 15000 لايك وانشر المقطع في كل مكان. وبس خلونا هلا فورا نبدا بالمقطع. المركز السادس، اصغر لاعب في كلان فيز، اللاعب هي سكاي. طبعا هذا اللاعب اسطوره وبالنسبه لعمره غير معروف لان زوروا عمره لحتى يصير 13، فممكن يكون عمره 12 او 11 سنه. فهذا اللاعب عن جد محترف وقرر انه يفضل فورتنايت وشغله بفورتنايت على الذهاب الى المدرسه. لو انا محله كمان بسوي نفس الشيء. طبعا ممكن تقول هذا الشيء غلط، لكن هو غير يعني العالم كله، هو قاعد ببث مباشر، هو قاعد بيشتغل، يعني يعتبر مثل الشغل لانه قاعد بيحصل أموال ممكن بكل عمره ما يحصلها. فشوفوا احتراف هذا اللاعب وشلون هو أسطورة في فورتنايت. المركز الخامس، اللاعب سلبي، من اصغر اللاعبين في كلان تي اس ام. طبعا هذا الكلان اللي فيه ميث وفيه لاعبين مشهورين كتير. فهذا اللاعب توقف عن الدراسه والذهاب الى المدرسه وبدا بالدراسه عبر الانترنت. طبعا الدراسه عبر الانترنت بتقدر انك تدرس داخل بيتك، مثل ما حاليا انا عم سوي هيك، حاليا انا وبالبيت بقدر اني ادرس. فهو كان لازم اكون انا داخل هذا المقطع، فطالما انا عم اتكلم فيعني نفس الشيء. فخليكم مع لقطات لهذا اللاعب وشوفوا كيف بيلعب، وحتى تحدث بالمقطع عن مشكلته بالدراسة. Squat home? Yeah, I do home. I do online school. So yeah, I do all my schoolwork on my my computer. Suck if he got hit off the edge. Oh! He's alpha! I'm alpha. المركز الرابع، جارفس. طبعا هذا اللاعب ممكن اغلبكم ما يكون بيعرفه. هذا اللاعب كمان توقف عن الذهاب الى المدرسه، لكن سوى شيء مجنون، هو انه صار يلعب فورتنايت داخل المدرسه. راح الى المدرسه وصار يلعب فورتنايت. يعني اللي بيلعب فورتنايت داخل المدرسه فبتوقع المدرسه ما راح تنفعه. فهذا اللاعب فعلا راح ولعب فورتنايت داخل المدرسه وبطل من يعني الذهاب الى المدرسه. ما بعرف اذا صار يدرس عبر الانترنت، لان الدراسه برا يعني عند الاجانب مشهوره انك تدرس عبر الانترنت، فكثير من العالم تستخدم يعني هاي الطريقه. فهذا اللاعب بطل انه يروح الى المدرسه. حتى يعني انا شايف اللي خلاه يسوي هذا الشيء هو اخوه الاكبر. كمان بتوقع اخوه الاكبر هو يوتيوبر او لاعب كمان بفورتنايت، فهو اللي خلاه يسوي هذا الشيء. فخليكم مع المقطع وشوفوا كيف قاعد يلعب بالمدرسه وشوفوا لقطات من لعبه. يا
Yo! I'm so glad I just got that last three. What did you do the other day? Yeah, I'm not even playing, bro. If these kids actually push me, yeah, I'm leaving. I'm going in the swim, I don't care. Follow me if you want, I don't care. Oh, well, I bet they will. Oh, they will. Right off the squad. I just got both of them. I'm a god. Get out of my game, bro. Just throw your stinks out. Come on, come here. Right there. Yeah, nice. Just throw your stinks. Just dish your stinks. You get tagged. Yeah, nice. Yeah, he's gonna die. Let's go. Yep, up. Nice. المركز الثالث مونغرال. طبعا هذا اللاعب مشهور كتير لدرجة انه قنوات عملت معه مقابلة. فهذا اللاعب له اكتر من قصة، وبس انشهر فورا بطل عن الدراسة والذهاب الى المدرسة، لدرجة يعني هو بيكره كتير الدراسة مثلي ومثل كتير من العالم. فهو فعلا اول ما انشهر بطل يروح الى المدرسة، واكيد يعني مثل ما شايفين حاليا هو ناشر هذا الشيء، حتى ما تقولوا جايب كلام من عندي. فخليكم مع لقطات هذا اللاعب الاسطورة. Oh my god, get fucked. You don't even need mats to kill him. There you would, bro. Let's fucking get I'm not seeing, there's another one. Oh, I had him! I'm coming. There's one! Get fucked! Yes, with it. Dream team. I don't know about that one. I got this. I had to read the... Can everybody link me the code in chat from the first floor? المركز الثاني لاعب اسطوري، لاعب جلتي فوق سبق وتكلمت عنه، هو سكيبتك. فهذا اللاعب صار اغلبكم بيعرف مين هو. فهذا اللاعب بدا انه يسافر ويدخل بطولات، لهيك بطل انه يروح الى المدرسه، ومع هيك اللاعب قرر انه يدخل المدرسه يعني يدرس عبر الانترنت. فعن جد لاعب اسطوري. فخليكم مع المقطع وشوفوا طريقه لعب هذا اللاعب. المركز الأول، طبعا هذا اللاعب ممكن يصدمكم شوي، هو تيفو. طبعا تيفو له أكثر من قصة بحياته، قصص مؤثرة كتير، ومن هاي القصص تيفو بطل إنه يروح إلى المدرسة. فعن جد تيفو من أفضل ستريمر في فورتنايت، يعني صار معه قصص كتير، في كتير قصص له على اليوتيوب، ومع هيك استمر ونجح. فهذا اللاعب عن جد أسطوري بيستحق الاحترام. فخليكم مع قصة تيفو. فالترجمة كانت من اليوتيوب، اعذروني لأن ما فهمت ولا كلمة، فكانت الترجمة كلها من اليوتيوب. School, bro. What the fuck? That shit was whack. Nah, man. I went to middle school. And the only thing I learned was how to do drugs and talk to girls, bro. Both of which I was already good at. So I left.
JK. ولهون يا شباب بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بتمنى منكم أن تنشروا المقطع في كل مكان وتشاركوه مع أصدقائكم. وبس يا شباب بدي منكم طلب أخير، وهو أي واحد عنده أي فكرة يرسل لي إياها تحت على جيميل، يعني بتساعدوني بأفكاركم. حتى أي واحد بيقدر إنه يجمع لقطات كمان يرسل لي إياها تحت على جيميل، فأكيد أنا بنزل اسمه وبشكره. وممكن إذا كان عنده قناة على اليوتيوب ادعمه. ولهون يا شباب بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم سبايدر من قناة سبايدر جيمر. Peace out.